اعتقد برضو بما اننا داخلين على موسم الحوار الوطني، فاعتقد مع تنشنت السيسي البارح في كلامه عن الحلم اللي عاش فيه المصريين، في قصة كده بقى مش عاجبة المصريين برضو، وقال بقى معاهم بكابوس، وهي قصة سد النهضة اللي اثيوبيا اصبح بقت اليد الطولة فيه. الموضوع الحقيقة اخيرا امبارح هي بتقول سد النهضة خبير مية، التخزين الثالث يبدأ الاسبوع المقبل. شكرا 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 اثيوبيا. الحقيقة يعني اثيوبيا بتعمل كده، والسيسي محذر بنفسه من اسبوعين وقال ما حدش هيقرب المية، بس هم قدروا فعلا. طب هم قربوا اهي، لغة الدبلوماسية وطولة البال من بعد ما وقع السيسي على اتفاقية المبادئ 2015 ما بتاكلش مع الاثيوبيين، واللي طلعوا ردوا على السيسي وقالوا اثيوبيا انجزت 88% او 88% منه على سد النهضة على ارض اثيوبيا، سد سندير النهضة وحدنا اهو، سندير قصدي سد النهضة وحدنا، يعني خلصت القصة. للأسف اللي بيحصل وإعلام النظام بيحاول يرفع الحرج أو بيدور على سكريبت يرفع بيه الحرج عن السيسي، فيطلعوا واحد كده ما تفهمش غريب بالشكل، الدكتور طارق فهمي بيتكلم وهو ضيف في صدى البلد. اسمع. أنا أعتقد إنه أثيوبيا تقع تحت ضغوطات أيضا داخلية، يعني حالة عدم الاستقرار في أثيوبيا ربما تؤخر موضوع الملء الثالث. الحاجة الثانية إحنا بنتكلم في النسب، حضرتك نسب الملء كم يمثل لحضرتك خطر أو ما إلى ذلك؟ حتى الآن الوضع لا يمثل لدينا خطر. يا فروقة يا دكتور، يعني أنتوا هتفضلوا تكذبوا على الناس كده كتير؟ مستمرين في ترويج الكذب على الناس لحد إمتى؟ السؤال بقى، يا ترى اثيوبيا بتعمل كده وشايفه ان محدش هيراجعها رغم ان الامارات دخلت في الخط او الخبر اهو في الدستور، تقرير اثيوبي الامارات تستضيف جوله جديده من فرص هذا النهضه. طب احنا ممكن الحقيقه ممكن نشك في نوايا الامارات انها تساعد مصر، انا اشك، لكن هل هيتغير الموقف في ظل ان الاتحاد الاوروبي بيحاول يساند مصر زي ما اتكلم وزير الخارجيه واكد اهو النمسا ندعم حق مصر في ميه النيل، هل هيشتغلوا؟ يعني انا شايف بصراحه ان احنا محتاجين نرد بقوه على اللي بيحصل بعيد عن البيانات الدعم، والوحيد اللي ممكن يرد بقوه هو السيسي نفسه اللي وصلنا لكده. شايفين يعني بصراحه انت اللي فتحت الفتحه دي علينا، وانت اللي رحت مضيت، وانت اللي اديت لسد النهضة شهادة ميلاد، فانت بصراحة بقى، وانت اللي قلت انا ضيعتكم قبل كده، وانت اللي قلت برضو العاد حرفت الدولة لما تضعف يحصل ايه؟ اللي عافي حدش ياكل لقمته. ده الكلام ده بقى تقوله مين؟ تقول مصطفى مدبولي، تقولوا شويه ظباط الجيش اللي حواليك عشان تمسكوا الشعب تحزموه، نحزموا نكتفوا. لو قلت لي دي اتقالت فين في اي عمل فني هديك يا علي دلوقتي 100 جنيه مصري. نحزموا نكتفوا. اوكي انت تروح تدور على يوتيوب دلوقتي، انا هقولها لك اما اطلع. حسن مرقص وكيه، عيب عليك.